بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي الشعب السوري العظيم وأترحم على أرواح شهدائنا، وأبين أن الشعب السوري منذ عام ونيف على بدء هذه الثورة المباركة، وهو ينتظر أي حل سياسي يكون له أثرا إيجابيا على الأرض، ولكن للأسف أثبتت الأيام أن الحلول السياسية حاليا لن يكون لها أي أثر واقعي يلمسه أهل الداخل. فأنتم تعلمون أيها الإخوة أن عدد القتلى يتزايد، أن عدد المهجرين يتضاعف، أن المعتقلين في كل شهر يزدادون بعشرات الآلاف، أن الآلة القمعية كل يوم تزداد عن اليوم الذي قبله، حتى أنه منذ يومين كان عدد القتلى في سوريا 156 قتيلاً، 81 قتيلا و75 جثة عثر عليها وقد قتلها نظام الأسد. من هذا الباب أيها الإخوة، قررت كتائب مدينة اللاذقية بإنشاء المجلس العسكري، وسأتلو عليكم بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله باتفاق 8 كتائب من مدينة اللاذقية، والتي يعلن عن أسمائها في حينه، عن تشكيل المجلس العسكري لمدينة اللاذقية متمثلا بعدد من الكتائب، وبالتالي فإن المجلس قرر انضمامه إلى المجلس الأعلى للجيش السوري الحر متحملا المهام التالية: أولا، تبني مطالب الشعب السوري بإسقاط النظام وشل آلة القمع. ثانيا، تأمين الحماية التامة للمتظاهرين السلميين من بطش كتائب الأسد وشبيحته. ثالثا، التعهد بحماية مدينة اللاذقية بكل مؤسساتها وممتلكاتها العامة والخاصة. رابعا، يتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة للجهات المدنية مع العمل على ضبط الأوضاع الأمنية والفوضى وأي تعديات طائفية بعد سقوط النظام. خامسا، تسميتي أنا شخصيا ممثلا عاما للمجلس في الخارج تمثيلا سياسيا ومدنيا، والله ولي التوفيق. وأقول لكم أيها الإخوة، أهل مكة أدرى بشعابها، أهلنا في الداخل هم الذين شكلوا هذا المجلس. هذا المجلس جذره في الداخل، وكل من يتكلم باسمه بالخارج إنما هو فرع منبثق عن هذا الجذر. وأقول لبعض الإخوة الذين ما زالوا يعترضون على هذه المجالس: لا تعتقدوا أن من يشكل هذه المجالس هم ثلة من الحمقى والأغبياء. والله من قام بتشكيل هذا المجلس أناس لهم اختصاصات متعددة، عسكرية ومدنية ومجالات كثيرة أخرى، وكما قلت لكم أهل مكة أدرى بشعابها. ولا ينبغي لإنسان يعيش في الخارج ولا يعيش معاناة أهلنا في الداخل أن يعترض على هذه المجالس بأدلة واهية. وأنا أيضا أبشر الإخوة أنه بإذن الله قريبا ستشهدون قياما آخر لمدينة اللاذقية. فمدينة اللاذقية هي ثاني المدن التي قامت ثائرة لمدينة درعا، وهي أول المدن التي طالبت بإسقاط النظام. وفي ليلة واحدة في بداية الثورة كانت هنالك مظاهرة يزيد عدد أفرادها على 30,000، وقتل في هذه الليلة ما يزيد على 83 قتيلا. ومن ذلك الوقت والحملة الأمنية والقمع العظيم على كل أحياء مدينة اللاذقية، والاعتقالات بعشرات الآلاف والنزوح بعشرات الآلاف. ونأمل أن تروا قريبا تغيرا واضحا للتظاهر السلمي والمشاركة الفعلية لإسقاط النظام من أهل اللاذقية، بمعية وحماية هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى. العزة لله
والنصر للشعب السوري العظيم، وعاشت سوريا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.